مثل جميع الشباب الثقافة والتنمية والبيئة في مدينة الدرويش تنظم حملة تبرعية تم استنساخ جمعية المؤتمر على الجهة الشرقية بجدة بشراكة المجلس البلدي لمدينة الدرويش. نشكر السلطة المحلية لمدينة الدرويش أعضاء اللجنة المنظمة. نشكر كذلك الأطر الطبية إيديوسينيكينوزي مدينة بجدة. حاليا العدد المتبرعين فوق 60 متبرع، ويمكن نهار ان شاء الله انا و 150 متبرع خامين اعداد 22 هذه 9/2016 في حمله تبرع الدم ذي الدوره في السنين استخدم 126 متبرع نهار في 23/22/2017 انا ان شاء الله يجي 150 متبرع. عاود نشكر المتبرعين في وسيله غير كينيش الواجب جنيدا حقاش غنرجع القاس اجل خاصه صدام قران زي الجهه الشرقيه دي دمن دي دمن دي دمن حقاش الامراض الامراض حوادث السايل السرطان اللي بزاف اللي شي نتمنى دي المقبل السنه دي كوار عاد نجي جنت ثلاث ايام جي حملات كاع الصعيد الاقليمي مورا نجيتي الدريواش راح ميدار راح حضرتي ولكن ثاني حصل اقليم الدريواش نتمنى. ولكن كذلك الشكر الجزيل الى المجلس البلدي اللي كاين غدا من اللي كاين اللي غيساهم في المبادره هذا نتمنى المجالس النظام هذا عاون جمعيه الشباب الثقافه والتنميه والبيئه في مدينه الدريوش غنغطاسل المشاريع ولكن ولهذا مع الاسف الناس زوما هذا عاون مدانا باش انا راح بعيد بان جمعيتي اللي غاتجي وستيني قولي جن مبلغ كافي باش نوض غنغطش على الحملات الطبيه زوج ماجي حملات الطاويل صراحه في تفاجئ بعض المجالس وهذا عاون مشى من طرف زيس هذا عاون باش نروح غزد مدينه الدريوش ونزون نستهار مدينه الدريوش الاقليمنا ونتمنى الجميع الاخوان ديال المجالس اللي كنساهم جمعيات الشباب متخصص انشطه مقبله خاطر الانشطه ديال الكوارن بزاف الانشطه في غانا غانا غادي تطاول غانا غنجنينا هذا السرط ان شاء الله يهدنا واذا تغاهم ديال الدريوش الطاس المشاريع ولكن طلب سيدي هاد المجالس راه ولكن نشكر بالخصوص صراحة المجلس البلدي سارسس طلبنا تعاوننا السنوية من حملات التبرع بالدم أهم حاجة من نقطة الدم تساوي حياة. نشكر المواقع أصوات الدريوش الدريوش سيتي أصوات ريف الموقع الدريوش الآن ونشكر المرأة الإخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.